الدوري السنه فاتت كان حته الروتيشن في الاخر عشان ما انساش النهارده برضو كره عوادي مثلا واحد بقاله فتره مع عواد ماتش. النهارده انا بقول لك من وجهه نظري من نجوم الماتش النهارده عواد في كذا كوره، مش الكوره دي بس، لا في كذا كوره. فانت في الاخر لما لعيبه يا كابتن ابو العلا بيلعب وتلاقي مستواه اكنه مش موجود في يعني مش موجود من هو بعيد بقاله فتره كبيره، يبقى انت بتتمرن كويس جدا جدا جدا، واقف على رجلك كويس مركز، لما تستني الفرصه لما تاخدها هتظهر بالمنظر. ودي لازم احيي عليه عواد، الراجل على فكره السنه كان بيلعب يا احمد، فجاه ما بقاش يلعب والتزم في الصف تاني، النهارده جات له فرصه كبيره، النهارده فترة كبيرة. النهارده طبيعي، يعني انا مش شايف ان عواد مثلا بعيد عن الملعب تماما، ما حسيتش كده خالص. ما عشان كده بقول لك في الاخر ده يحسب للمدرب حراس المرمى، يحسب لعواد نفسه ان هو مركز ومستني الفرصه، لما جات له الفرصه مسك فيها. وده اللعيب، ده اللعيب اللي هو المنتاليتي اللي محتاجينها يا كابتن، او اللعيبه الكبيره اللي انت اوريدي انا ليا دور في الفرقه موجود بتمرن ومستني فرصتي، والراجل ولا بيخلق مشاكل ولا بيتكلم كتير ولا عامل مشاكل في اوضه اللبس، لا انت بالعكس الراجل ملتزم جدا وشغال كويس. فانا فده انذار للعيبه كلها ان انا هلعب واعمل روتيشن، واللعيبه كلها وهنكسب وماشيين كويس. ففي الاخر ده يحسب للراجل وهيبقى كارت معاه بالنسبه له في الروتيشن اللي بعد كده اللي عاوز يعمله كمان.